السلام عليكم عائلة قناة من الأخير، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي بخير. اليوم بمناسبة اقتراب العيد، بغيت ندير لكم هاد الاقتراحات ديال لي بارفان. ماشي اقتراحات، غير نقول لكم لافي ديالي من الاخر على لي بارفان اللي عندي. وهذا بارفان بالنسبة للناس اللي عندهم بودجي صغير، هذا من ايف غوشي، كوم اون ايفيدونس لو دو بارفان انتونس. هذا الحجم عندي 50 ml، كوم اون ايفيدونس لو دو بارفان انتونس. صراحه هذا ما شريتوش، عرفتوا دوك لي كارت دو فيديليتي ملي كتمشيو كتبقاو تشريو من عندهم، كيبقاو يديروا لكم داك الطابع فيه الوريدات نيفو 1 2 3. ملي كتكملوا النيفو الثالث كيخيروكم في لي بارفان. انا اختاريت هذا، وهذه ثاني مره اللي كنربح هذا. ولكن قلبت لكم على الثمن ديالو. نورمالمون في الايام العاديه كيدير 489 درهم بريسك، ولكن اللي كيكونوا داك لي بروموسيون وداك لي زافونتاج وداك لي كارت كيكون عندكم دو فيديليتي، فكتقدروا تاخذوا حتى ب 259 درهم. وصراحه هذا ما بين لي بارفان كي سون ريوسي ريوسي وناجحين ديال ايف غوشي، والبنات اللي كيعجبهم، لان فيه واحد كما قلت لكم واحد العطر حاضر، عطر قوي، وفيه واحد التركيبه هو فيه الورد سوكري، فيه لي فلور بلون، فيه يعني الزهور البيضاء بوازي فلورال لاكتونيك، ففيه واحد مجموعه زوينه، واحد التشكيله زوينه. هانتوما كيف ما غتشوفوا معايا، غنخلي لكم هنايا في الصوره. ولي نوت ديالو صراحه زوينين وباينين، وما فيهش واحد يعني واحد الدعقه ديال لي نوت اللي ما كتعرفوش شنو هما. ففيه غوز دو داماس، يعني زهور دمشق، وفيه براليني، وفيه جاسما، والبوا بلون. دونك واحد التركيبه زوينه وقويه، يعني ملي كديرو عرفتي راه كيتشم، وكيبقى لاصق فيكم في لاتوني ديالو، يعني كيبقى شاد، وعنده واحد الحضور، عنده واحد الجاذبيه. صراحه ما بين لي بارفان ايف غوشي اللي زوينين والبنات تيحماقوا عليهم، غير هو واحد البارفان اللي شائع، تلقاو بزاف ديال البنات دايرينو. ولكن اللي ما عندهاش مشكل واللي عندها البيجي صغير وبغات واحد البارفان زويون قوي حاضر، اللي شمو كيشم بانه كيقول راه بارفان راه زويون كوميم، بارفان غالي، ماشي داك البارفان اللي كيبان رخاص من الريحه ديالهم. الاخر زوين، هذا اقتراح بسيط، وهذا الفيديو غتكون خفيفه ظريفه على هذا البارفان. تقدروا هذا ما يصلحش، جو بونس ما يصلحش في الصيف، يصلح في الشتاء، يصلح في الخريف وشويه في الربيع، وكذلك تقدروا ديروه بالليل مناسبه. خليوا لي الراي ديالكم فيها البنات، وانا متاكده بان بزاف اللي غيكونوا مجربينه. خليوا لي الراي ديالكم فيه في التعاليق، باش ان شاء الله نتناقشوا فيه ونشوفوا شكون اللي كيعجبو شكون اللي ما كيعجبوش. وكانت هذه الفيديو ديال اليوم خفيفه ظريفه، انا بقيت عند الوعد ديالي، ما كنطولش عليكم، كان جيكم من الاخر وسمحوا لي الا كنت كنطول عليكم ولا طولت عليكم شي نهار بلا ما نحس. واللي عجبته لا فيديو ما ينساش يضغط على زر الخيرات سابوني سبسكرايب، واللي عجبته كذلك يخلينا البصيمه الزوينه ديالو اللايك وتعاليق، وبارطاجيو لي فيديو ديالنا ولا شين ديالنا مع صحاباتكم مع احباباتكم في لي جروب. وشكرا بزاف على الدعم ديالكم، وشكرا شكرا عائله قناه من الاخر اللي كنتمنها تكبر وتكبر وتكبر. قناه منكم وليكم، ولا نحثكم على الشراء. كنقول لكم تهلاو في راسكم، الى اللقاء.